رجاء بن ريان، 26 سنة، تزاديت وكبرت في واحد الفيلاج الاسم ديالو القارة، ومن بعد انتقلت استقريت في كازا. من بعد ما خديت البكالوريا ديالي في مدينة القارة كملت وقريت لا جيستيون دي زونتربريز في سونتر في بن حمد. من بعد ما خديت الدبلوم قلت خاصني ندخل لشي حاجة بروفيسيونال، يعني نخدم ونكمل في هاد الدومين اللي بديت فيه القراية. فاضطريت انه نخلي المدينة ديالي الاصلية اللي هي القارة وجيت لكازا. تما بدا المشوار ديالي في الخدمة، يعني بديت خدمت في الكوميرس في لاكونتابيليتي ومدة سنين، 7 سنين بحال هكا. فتبروبوزات عليا واحد الحاجة من عند اختي اللي هي هدية، كانت في العيد ميلاد ديالي، قالت لي بما انه انت عزيز عليك التصميم وهذا، فانا غنعطيك واحد الحاجة، واحد لوفر انك تمشي تقراي في واحد ليكول. وهذيك ليكول كانت زعما الحلم ديالي نقرا فيها. بديت كنقرا وكنخدم نفس الوقت واحد مده طويله. لقيت انه الخدمه كتستريسيني، ما عاجبانيش داكشي، بحال كنضيع في الوقت، كيجيوني افكار كنبغي نخدمهم وما كنلقاش كاع الوقت انه نخدم عليهم. اول حاجه درتها هي قناه في اليوتيوب، قلت منها غادي نشارك مع البنات اللي عندهم نفس الهوايه ديالي، يعني نحاول نعلمهم، بارطاجي معاهم داكشي اللي كندير انا. بحكم انه انا كندير الرسم، يعني ديما كنرسم شخصيات مشهوره ولكن ما كنبارطاجيهاش بصراحه، كنخليها عندي. من بعد انتقلت لانني نميكسي الطرز مع الرسم، بقيت تاني بحال هكا كنخدم شخصيات مشهوره وكنبارطاجيهم مره كنلقى انتقادات كبيره، ما بين انه فئه كتقول لي بغيتي تشهري، فئه كتقول لي لا حرام هادشي اللي كديري، وكل واحد شنو واشنو كيقول لي. وانا زعما بقيت مكمله، واخا كيقولوا لي بحال هكاك كنحاول ديما نقلب على شي حاجه كبار. المهم حتى لواحد النهار خديت المواد اللي عندي، بحكم انه كان واحد توب شيط عندي نيت من ليكول اللي هو الجينز شي 20 متر، ما عندي ما ندير بها غير محطوطه. هي منها جاتني الفكره، قلت اجي نخدم عليها كدا ندخل عليها الجينات ديالي هذه، حتى طلعت هذيك الارتيكل تماما كيف ما ديال سعد. بقيت متردة واش نبارطاجيها ما نبارطاجيهاش، خوفا من الانتقادات كيف ما العادة، ولكن كنت متوقعة انه غتكون انتقادات صعيبة بزاف اكثر من الانتقادات الاولين اللي جاوني على يعني فنانين عاديين. قلت هذا لا غادي صراحة غادي يعطيوني الراس. بقيت كنفكر، شجعتني اختي قالت لي شوفي غير حطي ماشي مشكل، هذا مجهود ديالك بارطاجيه مع الناس ما فيها حتى شي حاجة، واي واحد قال لك شي حاجة ما ديهاش فيه صافي وانا نبارطاجيها. باغازاغ كنلقى الدقيقه الاولى طلع واحد العدد خيالي في اللايكات في البارطاج، صافي بحال هكا حتى وصلت لهادشي. فاش بدا كوفيد 19 كانت اول نهار بالضبط قلت دابا غير الحجر الصحي، جالسه في الدار ما يمكنش ندوز الفراغ، ما كندير حتى شي حاجه. وانا نبدا اول تصويره كانت ديال جلاله الملك نصره الله، فهذه هي اول صوره اللي جاتني الفكره نخدمها ديال جلاله الملك نصره الله. بديت صراحه بديت خدامه فيها، واخا خدات مني وقت طويل اللي هو 120 ساعه 15 يوم، عطيتها الوقت الكامل انني زعما نوصل لهذيك الصوره اللي عندي انا في راسي. المهم فاش ساليتها وهذا الشيء بديت كنبحث كنقول نشوف لي تكنيك كيفاش نطلع الملامح حقيقيين، هذه قلبت بزاف في اليوتيوب باش نعرف الطريقه، ما لقيتش كاع. صافي مع المده ملي انا بديت كنبارطاجي مع الناس عاد بداو كيقولوا لي لا راه كاينه وحده في هذه الدوله كديروا كاينه، عاد باش عرفت انه كاينين الناس في دول اخرين كيديروا نفس الفن اللي هو الرسم بالخيوط. طموح ديالي ان شاء الله نكون مصممة ازياء عالمية، ونكون كذلك عندي معارض في العالم كامل ديال اللوحات اللي كندير اللي هما اللوحات المطرزة. وكذلك كنحلم انه يكون عندي ديستور في الدول العربية، وعاد باش من بعد ننتقلوا للدول الاوروبية مرحبا، ولكن صراحة هذا هو الطموح ديالي اللي كنحلم به حاليا. شكرا لاي واحد جا عندي الخاص شجعني وقال لي كملي في الطريق ديالك، شكرا لاي واحد قال لي كلمة زوينة خلى لي كومونتير، اللي صراحة بالفضل ديالكم كنخدم على راسي، وان شاء الله غادي نكون عند حسن الظن ديالكم.
ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.